حاتم سكر واحد على واحد يقف على كورته يستنى بقى اثنين على واحد لكن يلعبها من وسط اثنين لعبد الرحمن الدح عايز يلعب الكره العرضيه حلوه حلوه لكن محمد علاء احلى واحلى واحلى عمرو بركات يعدي ومشيت الكوره يقوم ويكمل الهجمه لصالح نادي القناه عمرو بركات يعدي يا ولد يا ولد مشي بالكوره كتير عمرو بركات يلعب بسن الجزمه حكم اللقاء يديله الادفانتج احمد راشد من الطرف اليمين هجمه مرتده لصالح نادي القناه راشد بالقدم اليسرى راشد عايز يلعب العرضيه توصل عند لاعب حسين راجب تسديده هدف اول لصالح نادي القناه يزور شباك الاسماعيلي هجمه مرتده لصالح نادي القناه من الشمال لليمين مهاره من عمرو بركات وفينش من حسين رجب والاسيست كان لاحمد راشد الجناح الايمن لصالح نادي القناه هتحلو المباراه هتحلو المباراه في الدقيقه 24 نادي القناه يسجل هدف لعيبة الإسماعيلي بتعترض على حكم اللقاء الكابتن أحمد ناصر هنشوفها مرة تانية لكن أشار بهدف أشار بهدف وفي إنذار لمحمد فوزي في ولا عمر الساعة أعتقد عمر الساعة عمر الساعة هو اللي خد إنذار أدي الكرة العرضية تألق فيها محمد صلاح ردها لعمرو بركات أدي السقوط على الأرض من عمرو بركات اتنين طلعوا على الكورة على فكرة يعني وادي المهارة لمحمد مخلوف عداها من بين رجله ولحقها بعد الشدة اللي كانت موجودة من مروان حمدي يلعبها لأحمد راشد اللي طول في الكورة قوي لكن رقص بمهارة عالية جدا ولعب العرضية أرضية ياخدها حسين رجب في الأولى في الثانية حاول يسدد تسديدة قوية تاخد إيد محمد فوزي وتخش في المرمى هو سدد في الأولى بصوا سدد هنا في الأولى تترد من عبد أو محمد عمار ويسدد في الثانية تاخد إيد محمد فوزي وتخش في مرمى الاسماعيلي هدف اول لصالح نادي القناه بعد هدف الترسانه ده تاني هدف يتسجل عن طريق الانديه اللي مش موجوده في دوري في الدوري الممتاز الترسانه كان سجل في مرمى المقاولين وحافظ على الهدف لكن لا مكاد يسجل ولا لافيانا اف سي قدر ان هو يسجل ولا بور فؤاد ولا جمهوريه شبين القناه بيسجل عن طريق صاحب الخبرات اللي اتكلمنا عليه قبل بداية اللقاء حسين رجب من اسيست من احمد راشد لقطتين بهدفين لقطة للازرق ولقطة للاصفر هل تتكرر في الوقت الاضافي من المباراة ولا يكون في لقطة تالتة وخلاص ولا نروح للقطات ضربات الترجيح كل السيناريوهات ممكن كل السيناريوهات ممكن لكن محمد نصر وحمدي النجاز خلينا نشوف حاتم سكر بيطلع حاتم سكر بيطلع هنشوف التبديل الثاني كره من الطرف الشمال خطيره للنادي الاسماعيلي راح مروان حمدي مروان حمدي يلعبها على الارض النبريسي النبريسي التسديده يا ولد يا ولد خالد النبريسي يسجل هدف التعادل لصالح الدراويش في الدقيقه 29 رد بسرعه قوي يا كابتن ايهاب كابتن ايهاب جلال مع التبديلات اللعيبه قال لك لا ده حاتم طلع وهنشوف مين التاني اللي طلع لا ده انا ممكن اطلع انا كمان فيروح مروان حمدي اللي قلنا انه كان بيجيد ناحيه الشمال هو بدا اول كوره يروح مروان حمدي في الطرف الشمال بصوا مروان يروح ويدوس على كورته يلعب عرضيه رائعه لخالد النبريسي يستلم في الاولى والثانيه ياخدها هاف فولي في المرمى تكون هدف اول لصالح الاسماعيلي ويحلو الماتش شويه شويه يحلو شوية شوية الكابتن إيهاب جلال تغييراته كانت سريعة والرد كان أسرع والرد كان أسرع بص اللونج باص الأمامي هي دي حتة مروان اللي دايما بيلعب فيها واللي بنتابع لقاءاته في الدوري المصري يحط الكرة على الأرض من وان تاتش عرضية أرضية وأحلى الزاوية دي كمان زاويتين حلوين من مخرج اللقاء الحقيقة الأولى والثانية وحلوة من النبريس هي حلوة من النبريس وحلوة من مروان إنه لعب العرضية من مرة واحدة السرعة خمس دقائق على نهاية الشوط الأول لكن في ضربات الترجيح تكون 50-50 ما تقوليش بقى فريق في الدوري الممتاز فريق في دوري المحترفين أو القسم الثاني أو القسم الثالث في ضربات الترجيح 50-50 لسه تلت ساعة لسه خمس دقائق الشوط الإضافي الأول ولسه ربع ساعة تاني عمار برأسية يلعبها خالد النبريسي يحاول يا ولد توصل لخالد النبريسي لو خدها خطر يقطعها ميشو عمارة ورا فؤاد تتلعب برأسية من هنا ورأسية من هنا فاصل من الرأسيات يلمسها مروان يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد مروان حمدي
هياخد مان اوف ذا ماتش. مروان حمدي هياخد مان اوف ذا ماتش. مروان بيرفض الاحتفال. مروان حمدي يا ولد يا ولد يا ولد صاحب الاسيست. مروان حمدي صاحب الاسيست في لقطه الهدف الاول، ومن ناشئي نادي القناه، ناشئي نادي الاسماعيلي، لعب للقناه وبعد كده يرجع تاني للنادي الاسماعيلي مروان حمدي ويقدر يسجل. وايضا مروان حمدي في لقطه من اللقطات الحلوه، ادي الكره والتسديده، اسيست وهدف يا مروان. هي الكره بتدي اللي يديها، الكره بتدي اللي يديها، ومروان يحط الكره بشكل رائع من محمد علاء الدين في الشوط الاضافي الاول. يرفض الاحتفال، لكن عمر السامي، عمر الساعي يرفض رفضه للاحتفال ويروح يحتفل معاه. المباراه صعبت على الاسيست، خالد النبريسي يرد له باسيست براسيه، مروان اسيست وجول، وخالد النبريسي اسيست وجول. علشان ما نقولش ان مروان ياخد مان اوف ذا ماتش بس، عمل اداء جيد وظهر على المستوى الدفاعي كمان اكتر من